أنقذونا من اللواء الأردني، إنهم يتقدمون باتجاهنا ولا يعرفون التراجع ونحن نخلي مواقعنا لهم. ما سمعته للتو هو نداء استغاثة التقطته كتيبة الاستطلاع السورية في 16 عام 1973 موجه من القوات الإسرائيلية المرابطة في تل مسحرة وجبهة الخشب في الجولان السوري إلى قيادة العمليات الإسرائيلية في حرب أكتوبر عام 1973 بعد زحف اللواء الأردني المدرع 40 متوغلا بالخطوط الأمامية للجبهة السورية. صغر حجم القوات الأردنية المقاتلة في الحرب لم يحل دون تحقيقها مكاسب غيرا بموازين القوة جراء حرمانها جيش إسرائيل من الالتفاف على محور درعا دمشق. إنهم يتقدمون باتجاهنا ولا يعرفون التراجع ونحن نخلي مواقعنا لهم. لتبقى الفعالية الأكبر للقوات الأردنية بحرب 73 تأمين محور درعا دمشق الذي لو سقط لفتح الباب للقوات الإسرائيلية. معهم دعم شبنتم معنا قوة البارد.